الام يعني بيبقى مؤسف جدا. البعض احيانا يقول معقولة انه توصل، احيانا تصل العلاقة بين الام وبنتها الى هذا الحد؟ يعني عندك شوية احساس بالالم باتجاه والدتك ليه؟ شوف، هو مش اتجاه بالألم. قبل كنت ايه انوجع على هالقصة، بس هلأ اتأقلمت معه وعشت معه. كيف واحد بيبقى مريض بيتأقلم مع مرضه؟ انا اتأقلمت بالقصة. بالعكس، انا بحترم امي وبحترم رغبتها بعدم ان نكون معه، وبحترم عدم محبتها لإلنا مثل ما هو لازم. بس بس في أم ممكن لا تحب أبنائها؟ معقول؟ في كتير ناس أنانيين. شو هي الأم؟ معلش، أنا اسمح لي أنا أقولك، شو هي الأم؟ أمك كيف كانت تعاملك؟ الأم هي قمة العطاء طب والتضحية أنت شو بتتذكر من أمك؟ كل شيء، حتى الهوى يعني طيب، شو أحلى الذي موقف، شو تتنفسه. أحلى موقف ما بتنساه مع أمك؟ كل المواقف اللي لا، فيها، في موقف مثلا ولا ممكن تنساه بحياتك؟ اما هتلاقي المواقف المتعلقة بالتعب والسهر والخوف، انه يمس ابنها، يعني خدش، مش خطر بقى، لا خدش بسيط يعني. انت بتحب امك؟ طبعا قديه عطيتك؟ عطيتك كتير؟ عطاء يعني ربما لها الفضل عليا فيما انا فيه يعني. انت عندك سبب تقدر تحب امك. انا ما عشت شي من هيدول اللي عم بتقولهم مع امي. طب ليه المجتمع دايما بده ايانا ننافقه؟ ليه المجتمع دايما بدنا نقول انه انا فيني اطلع بطلة واحكي كلمتين واحبب الجمهور فيي وامشي، بس ليه ما بدي يكون انا رسالة لكل ام ما بتعرف خطورة دورة؟ صايرين بيولدوا وبيكبوا، هيدا مش منطق. شو هي الام؟ ما شو هي الام؟ الام هي اللي بتدور على ابنها. اكيد الابن واجب عليه يحترم امه، بس اذا امك ما بدها اياك، طب اذا امك ما مش حطتك بقاموس حياتها، شو بالقوه؟ اذا امك ما بتحبك، شو هو الحب؟ بيقولوا لي طب انه معقول امك ما تحبك؟ طب اوكي، شو هو الحب؟ اذا انا بسكن عنا دقيقتين بالسياره، ولا يوم دقت بابها، ولا يوم سألت عني. طب انه ليه الواحد، ليه نحن بمجتمع للاسف الشديد بحب النفاق؟ اكيد فرموني وما خلوا ولا كلمه علي، واخر همي بالنهايه انا تجاه الله انا بعرف واجباتي، شو عملت وشو عملت وشو رح اعمل وشو فيني اعمل. لا، انا بعرف انا مهم ربنا يكون هو راضي على اللي انا عم بعمله، ما بيهمني حكي الناس. عشت كتير بمراحل من حياتي، بيهمني ارضاء العالم، وبالنهايه مرضيت في كتير عالم مرضيتهم. هلا صرت بفكر بقناعه نفسي اني انا عن جد ما اذي حدا، ربنا هو بيعرف مزبوط شو هي القصه، وربنا بيعرف هو كتير منيح وكتير مبسوط مني على الاشياء اللي انا عملتها تجاه امي. ما الي بالفضل، لانه نحن من اهم الوصايا عنا اكرم اباك وامك، بس اذا امك رفضتك شو بتعمل؟ ممكن تحاولي. مين قال لك ما حاولت؟ مين قال لك ما حاولت كتير؟ طب اذا انت بتروح عند امك مثلا بتحكي معها بتحسك انه، طب انت مثلا عن سنين ما شفت امك، اول لقاء لك شو بيكون؟ مش بتغمرك وبتبوسك؟ طبعا اللقاء يعني لا يتخيله احد، يعني في فيضان من اي، ما في المشاعر. شيء، ما في شيء من هيدول. عموما انا ما بقى بدي احكي عنها، مشان انا ما بقصد التجريح فيها، بس انا بقول لكل ام، وعوه وعرفوا قيمة دوركم بهالمجتمع. انتو بتخلوا يطلع من عندكم اولاد مرتبة، اولاد مدمنة، اولاد مدمرة. انا بشكر الله وبشكر العذراء باللي انا فيه، لانه هي كانت الام الوحيده بحياتي، ومشان هيك لها فضل كتير كبير علي، لانه لولا تعليمها والرجاء اللي كنت حسه تجاهها انا كنت انساني هلا مدمره. لانه الحياه الظروف، مش بس انه الواحد يعيش يتيم، الحياه انه كيف بيتعامل المجتمع مع هيدا اليتيم، والحياه انه كيف 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 بتقدر تستمر بهالحياه دون ما عندك جوانح تطير فيها او اي عكازه تنسند عليها. مشان هيك يا جماعه، وعوه الام شغله كثير مهمه، كثير مهمه. يعني مثلا انا بس لما ابن اختي بيكون حرارته 40 وامه راكعه تحت اجريه، بقول انا وقت السخانت شو كان عم بيصير فيي؟ مع مين؟ مع كم ولد انا مشلوحه؟ طب ليه هيدول، ليه دائما المجتمع بده يعاقبنا نحن لانه صريحين؟ ليش؟
انت عندك انه الناس يعني بتنتقدك يعني اخر للحديث هم، اكيد عن اخر الام هم، بهذا الشكل؟ اخر هم كل ام بكل معنى الكلمه ام بتعرف انا شو عم بحكي، وكل ام عبالها تعمل اللي عملته امه رح تكون كثير مبسوطه ومتضايقه من كلامي، بالاحرى مش مبسوطه، رح تكون كثير متضايقه من كلامي. بس انا طالما بيوصل صوتي حتى لو اثنين ثلاثه، لو بس اللي معي باستوديو انه يعرفوا كيف يهتموا باولادهم، اتس مور ذان انف بالنسبه لإلي. بس طبعا عشان يبقى احنا بنتكلم عن حاله استثنائيه، لان انا لسه بقول الام هي فيها كل قيم العطاء والتضحيه، يعني هي اللي ممكن تموت اذا مس ابنها خدشيه. فاحنا بنتكلم عن حالات استثنائيه، وبعدين كمان ربما البعض يقول يعني لا نعلم ما تخفيه جدران البيوت، مشان هيك مشان جايز هيك تكون هي محقه وانت ما شو محقه؟ بنت عمرها 3 سنين تركتها، وصبي صبي مقعد، وثلاث بنات، شو بشو محقه؟ ما قالش بشو، بشو محقه تترك 3 4 اولاد وتفل بشو؟ طب ما قالي شو المنطق؟ طب كبرنا، كان عندها ظروف، كبرنا، ويني هلا؟ ويني؟ ما بتجرب دق بابنا مثلا؟ نحن دقينا 100 مره حتى بعد شو رأيك نسكر حتى الموضوع؟ بعد السنوات. طيب خلينا